السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه سعادة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الأخوة الكرام فأوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إن اللغة العربية هي شعار الإيمان ولغة القرآن اخترق الله تعالى وعاء لشريعته بلغة لأفضل رسله صلى الله عليه وسلم. فالعناية بها من أفضل القربات من الاهتمام بها من أولى الأولويات لتعلقها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء على أن الاشتغال بعلومها يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل لما يترتب على معرفتها من المقاصد الشرعية. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلم العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. يا أيها المؤمنون إن اللغة العربية دعامة من دعائم وجود المجتمع وقد حافظ المسلمون على اللغة العربية وبذلوا في سبيلها الغالي والنفيس خدمة لكتاب الله تعالى على وتعلقا بالدين. فكان منهم من صرف همته إلى النحو والصرف والبلاغة وكان منهم من اعتنى بالشعر رواية ودراية. وقال الإمام القرطبي رضي الله تعالى عنه في تفسير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب. يا أيها الأخوة الكرام القرآن الكريم في آيات عديدة نبه بشأن اللغة العربية وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال أيضا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله الذي لا إله إلا هو له سمعت قصة أن رجلا بسعيد بمصر أرسل ابنه إلى الأزهر ليتعلم علوم الشرعية. عاد بعد 5 سنوات مات خطيب المسجد وخطب أطول خطبة فكان الأب جالسا في مجلسه فبكى الأب بكاء شديدا
أنتم تظنون أنه بكى فرحا بابنه؟ لا لا، بكى ندما على حاله. الندم الشديد حمله أن يركب على دابته ويتوجه من مصر إلى القاهرة. وبقى شهر ثم قال: أين اللزعر؟ أين اللزعر؟ أنه لا يعرف أن اسمه هو اللزهر. وقالوا له: لا يوجد عندنا أزعر، عندنا أزهر. فتعلم القراءة والكتابة في 55، وما مات إلا شيخ الأزهر. ما شاء الله، ما شاء الله. يقول أحدكم: أنا متقدم بالسن، أنا لم أستطع التعلم. هذا كلام مرفوض. فتعلم العربية فإنها من الدين، من أجل أن تقرأ القرآن، من أجل أن تفهم أحكام الدين. يا أيها الناس، كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أما بعد، تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. أي لا يكفي الإنسان إذا قرأ قوله تعالى على هذا الشكل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله الذي يخشى العلماء. لا، بطلت صلاته بحركة واحدة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى رضي الله عنه: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. من أحب النبي العربي أحب العرب. من أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جباد كريم، وملك قديم، بر الرؤوف الرحيم، ورب حليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. നേരത്തെ നടന്ന അറബി പ്രസംഗ മത്സരം ബാക്കി മത്സരത്തിനോടുകൂടി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു.